وزير خارجية روسيا يلغي زيارته للمغرب، وهذه هي الأسباب. قرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرون، والذي كان من المقرر أن يشارك في منتدى التعاون الروسي العربي الذي سيحتضنه مدينة مراكش منتصف الشهر الجاري، إلغاء زيارتها المرتقبة إلى المغرب والجزائر وإسرائيل. وفق ما نشرته وسائل إعلام روسية وإسرائيلية، فإلغاء المسؤول الروسي لجولته الخارجية جاء بعد تزايد حدة التوتر بين بلاده وأوكرانيا بسبب حشود عسكرية روسية غير مسبوقة على حدود أوكرانيا، قدرتها صحيفة واشنطن بوست بنحو 175 ألف جندي، واتهامات لموسكو بالسعي إلى شن عملية غزو لهذا البلد. واتهم بوتين أوكرانيا بتعمد التصعيد في إقليم دون باس الخاضع لسيطرة الموالين لموسكو شرق أوكرانيا، وبمناسبة العنصرية ضد الروس، محذرا من حدوث إبادة جماعية، في وقت أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مفاوضات التسوية السلمية بمناطق الشرق الأوكراني وصلت إلى طريق مسدود.